وصار وقت أعمل إشي كتير أنا بحبه اللي هو بهتم بشعراتي. يلا خلينا نروح. الشغلة إنه لما أقضي هذا الوقت مثلا إنه أعمل يوغا أو شعراتي أو بسوي أشياء لإلي، بعرف إنه بتغار من يومياتي. بخليني أرجع لأولادي مشتاقة لإلهم، برجع لزوجي بطاقة كتير إيجابية. لو شخور 50 ساعة الجواب بيهمني لأنه نهاري حلو. بنبسط وبرجع هيك full of good energy، محافظة على جمالي، محافظة على مش على جمالي كجمال هاك اللي من برا، أنا بحسه هاك جمال جوا لأنه فيه إيجابية، يعني جمال الروح وجمال هاك بوزيتيفيتي، طاقة إيجابية. بس هاك عشان أرجع إنه بكون إلي جلادة إنه الأولاد زهقت، إنه الأولاد أقدر عليهم، وإنه أساير السيد بشبش، إنه بدي طاقة إيجابية عشان أسايره الصراحة. هلا سلمى تقريباً بعرفها من 11 سنة بعملها شعرها، وسلمى يعني شكلها ستايلها قد إيه كان ستار أكاديمي عامل بعمان، فلما شفتها كل حدا اكيد مش بس انا هيك درسها، مش بس انا اصريت اول مره اجيت عندي اول مره كانت جاي، فانه انا اصريت اني اعملها شعرها، يعني على كل الشباب اللي ما حدا يقرب عليها انا اخذتها، ما حدا يلمس شعراتها. حتى قصه شعراتي لما طولوا، يعني جربنا انا وامين، خلص ما بنقص هذا، كل ما بقعد على الكرسي بصير هيك على بالي بليز امين قصهم هيك، بتعرفوا ما هم بيطولوا من هون بيطولوا من هون، الطول بيكون عن جد كثير بشع. وسفرتي على السعوديه ساعدتني شوي انه بطول الشعرات، بس صدقوني اول ما حطيت رجلي هيك بالاردن اول شيء خطر ببالي قص شعرها، وهذا اللي صار. بيجي لي ناس بيقولوا لي بدنا شعر زي سلمى، والسوشيال ميديا تبعت سلمى كله يعني كثير رجعنا شعر قصير، يعني اغلب شغلي بشعر قصير، بس تعرف من ورا سلمى. مش بس هيك، انا في كثير امهات بيوقفوني الله يسامحك يا سلمى بنتي قصة شعراتك كانت قصير، شعراتها كانوا لهم الله يسامحك يا سلمى بنتي قصة شعراتها اقصر من وراك. برجي الجدي، برجي سرطان، رقم حظي 8 و5، رقم الحظ 5، قياس اجري 41، قياس الشو 38. اطيب اكل المنسف بطاطا مقليه، تخبروا بشار. ما عندي تاتوز، لا ما عندي تاتوز، سكارز ما عندي كمان. حرقت حالي مره لما جربت اطول الشعرات، كان بدي اعمل فير، حرقت حالي هون فوق بالفير. بشجع فريق نادي ريال مدريد FC بايرن، عشان زينو بيلعب مع FC بايرن فانا بشجعه. بنام على بطني، بحب نام على بطني، بنام على مخده واحده. زينو تاني مرات بيدحوشوا معي بالتخت، فمرات بنام بربع مخده. بغني بالحمام بس تحت الدوش لا، لانه بتزبط، لازم يصير مرات بغني تحت الدوش. من المونسترز ما بخاف، تيم بيخاف من المونسترز، بضل يقول لي بابا مونستر ما تخاف. بخاف من الظلام، بنام بالضوء مشغل. ممكن عندي فوبيا من الحية. عندي فوبيا من التعابين، من الحياة. مش رح أقول لا، ما بكذب أكيد، يعني ممكن مرات الواحد يضطر. الكذب أنا بكرهه الصراحة. ما بتخيل حالي باسم تاني غير بشار، ما بعرف. بحب سلمى، مش عبالي لعبة واحتفظ من طفولتي، لا ما عندي. بيجي لاكوشون. هلا سلمى بتضل تقول لي منخرك كبير، فبنغير منخاري. شغله واحده بغيرها بشكلي، انه مثلا مثل هدول بينفخوا بيعملوا منخار ولا شيء. المارد اذا طلع لي بالفانوس رح اطلب منه 3 طلبات، الاول كريدت كارد انليمتد اول وحده، صحه وسعاده، أنه بشوف أولادي كتير مبسوطين وناجحين وهيك صالحين. والشغلة الثالثة أنه نعيش بأمن وأمان. كل اللي بطلبه بيتحقق عشان أضل يكون عندي طلبات وطماعة. لما يجيني تعليق مش حلو على السوشيال ميديا اي اجنورت، ما بفرق معي، ما بجاوب يعني، بس بطنشه. في عز ايام الشهرة لما اول ما طلعنا من ستار اكاديمي، لما كنا صعب نمشي بالشارع اي شيء بحب اعمله كنت اعمله بالاخير يعني. كان اكثر شيء ممكن يضايقني لما بكون باكل ومثلا حدا بيقول لي بدي اتصور معاكي، شخص ما بحكي معه بس ما بشيل رقمه من تليفوني، ابوي الله يرحمه. لسبب معين ما عم بحكي معه، لا ما في. شو بدك تاكل زينو؟ هوت دوغز. طيب شوف انا اليوم عندي تشيت ميل فبقدر اكل معك هوت دوغز، اوكي؟ يعني وجبة الغش يا بشار. فيري نايس. بس المشكلة تعرف وين زينونو؟ المشكلة في مامي. ما بتاكل معنا هوت دوغ، ليش ما بتاكل معنا هوت دوغ؟ طبعا هذا شارع كثير مشهور بالأردن اسمه شارع الرينبو، والأجواء فيه كثير حلوة والمشي فيه كثير مسلي برغم من وجود السيارات، بس كثير هيك الجو كثير لذيذ فيه، ومطاعم على الجهتين، وهيك لما هيك الدنيا بتصير على المغرب كثير بيكون الجو حلو. شفتوا ليش ما عم نتطلق؟